السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز أن أورث الشقة أعطتها الدولة لعامل عندها مثلا في شركة الكهرباء ولا حاجة؟ هي عفوا ترجع للدولة، يرجع للقانون الذي يضبط هذه المسائل. يعني يرجع للقانون، لو القانون عادة الناس ان هي الابن بياخدها وبعد كده حفيد عادي. الدولة تقره على ذلك ام لا؟ يعني لو تقر مش حد غرضته، يعني خلاص تقر خلاص السكن كلها اولاد واحفاد. خلاص ما دامت الدولة تقره على ان ياخذ السكن الذي كان فيه ابوه فلا بأس. تمام، يعني هي لو مطالبتهاش خلاص تمام، يعني ممكن نقعد فيه.